الفنان محمد رضا، بقول لك مليون مبروك على 2 في 1. حبيبي يا استاذ محمد، الله يبارك فيك ومنورنا النهارده بجد والله. في اخر يوم تصوير خلاص نورك، ومن ظرف صحي مختفي، عايز اعرف ايه السبب. والله الحمد لله، يعني كان ظرف صحي بالنسبه لي تجربه انا راضي عنها، بس كنت طبعا عايز بعد ظرف صحي ابتدي اختار بقى يعني ادوار، طبعا اغير شويه من اللي انا كنت عملته في ظرف صحي، وفي نفس الوقت برضو يعني ابقى زي ما بيقولوا كده طلع من جلده شويه. فكنت مستنى ان انا اعمل عمل برضو يعني ما يبقاش يعني حتى في مستوى ظرف صحي، يبقى حتى اعلى برضو شويه. والحمد لله ربنا كرمني مع الاستاذ، الشركه دي شركه محترمه، الاستاذ اشرف عبد العزيز والمخرج الدكتور وائل الرومي، وبس وبلعب شخصيه انتخانه مع الاستاذ خالد سليم والاستاذ لطفي لبيب، ربنا يديله الصحه. اول تعامل ما بيني وما بينهم يعني، وهم طبعا على المستوى الشخصي يعني فنانين بجد راقيين جدا ومحترمين، بس وخير ان شاء الله. انتخانه بقى بيعمل ايه في احداث الفيلم؟ انت خانة شخصية فقدانة ده شاعر ايوه سايس جراش، مفروض ان هو ثقافته مختلفة عن ثقافة بقية الابطال، الاستاذ خالد سليم والاستاذ لطفي لبيب، وفجأة ولد سايس جراش بتقابل مع ناس من طبقة تانية خالص من غير طبقته، وبيلاقي نفسه طريقه هو طريقهم، وبيفضل معهم طول الفيلم عافية واقتدار غصب واقتدار على رأي اللي واضح ان الدور فيه كوميديا عالية جدا مش كده؟ هو يا رب طبعا ده انتوا اللي هتحددوه طبعا والنقاد والجمهور، انا بعمل اللي عليا، بس هو الشخصية طبعا كوميدية، وبتمنى يا رب ان هي تعجب الناس ويحسوا ان انا عملت حاجة غيرت بعد فيلم ظرف صحي لحاجة احسن تعجبهم يعني. ان شاء الله ببارك لك مرة تانية على الفيلم ودايما متألق. ربنا يخليك منورنا النهاردة بجد، شكرا لك.